خبرني وقال لي انت رجعت من العالم الاخر مرتين. قال لي مرة الاولى امام باب المستشفى، والمرة الثانية اثناء العملية. أنا وصلت اليونان عن طريق تركيا، خرجت من تركيا يوم 8/7 على الساعة 9 على الساعة 9 المساء. أيوة وصلنا الأراضي اليونانية، وإحنا قاطعين دخلين على الأراضي اليونانية سمعنا صوت السلطات اليونانية بيصرخوا توقفوا توقفوا، وبعد ذلك فتشونا هل توجد معنا أسلحة أو شيء، ولم يجدوا شيء، وأخذوا منا كل حاجتنا، الأكل، الهواتف، والباور بانكات والملابس اللي كانت معنا، وأخذونا على مخفر الشرطة هناك، وخبرونا أنهم سوف يتم إعادتنا إلى دولة تركيا. في الأول صاروا كانوا بيدببوا في السماء، ساعة لما وصلنا إلى وسط النهر صاروا يدببوا في القارب المطاطي في وسط النهر. إحنا راجعين على القارب، راجعين بالقارب على ضفة اليونان، عشان اللي كان يقود القارب كان مخلوع ومرعوب أن يتصاب بالرصاص، يعني كان ما كان يتحكم بالقارب، يعني فجأة بيروح يمين فجأة بيروح شمال، وفجأة شعرت كأنها نحلة لسعت نحلة، ما شعرت بألم ولا شيء، بس حسيت بأن رجلي مش ما أحس برجلي، صرت ما أحس برجلي، وصرت أصرخ لأصدقائي والأشخاص اللي معي في المركب أنا تصبت بالرصاص. صاب الكل مرعوب لما شاف لما رأى خرم مكان الرصاصة. وبعد ذلك صارت السلطات اليونانية بتطلب من الشخص بالأشخاص اللي يقودون القارب يرجعوا على الضفة اليونانية. تين خبروا اتصلوا بسيارة الإسعاف، خبروا بأن هناك مهاجر غير نظامي أصيب بإطلاق النار في الحدود اليونانية التركية. أيوة لما فقدت الوعي وأنا في أول فقدان الوعي ديالي وأنا أغمي علي وأغمد عيني ببطء، شعبت كل الناس اللي حوالي بتجري. بعد ذلك فقدت الوعي نهائيا، وبعد ذلك بصرت جالس في المستشفى تقريبا، قعدت في المستشفى تقريبا 55 يوم. كان معي شرطة بيتغير كل 8 ساعات صباح مساء ليل، لكن لا أحد جاء سأل أشبه تقريب حول الحادث أو سألني كيف حدث، لا. بعد ذلك صرت أسأل الأطباء وأسأل مدير المستشفى، وخبرته أن بعد هذه 5 أيام ما زلت لا أشعر برجلي. خبرني وقال لي أنت رجعت من العالم الآخر مرتين. قال لي مرة الأولى أمام باب المستشفى، والمرة الثانية أثناء العملية. يعني طلب مني يعني أكون قوي. يوم خروجي من المستشفى أخذوني على مخيم مغلوق. بعد الأسبوع صرت جالس هناك في المخيم لاجئين، جاء قعدت هناك تقريبا 20 يوم، وطلبت من المدير المخيم هل هناك مساعدة حتى أنتقل إلى مركز علاج فيزيائي.
stop, wait. Now I want to leave the hand and give your back. وأطمح إلى إذا كان من الممكن أرجع أتمشى أن أكمل أن أصل إلى حلمي. رغم في بعض الأحيان أشعر بالإحباط والانكسار لأني لن أستطيع أن كل شيء في حياتي تغير.